السلام عليكم. صحيح كاس افريقيا نسينا في انتدابات الترجي الرياضي التونسي، وحتى انه ركزنا مع المنتخب التونسي ونسينا بقيه الانديه التونسيه، ما حكيناش عليها كسواء ترجي رياضي الاطوال ولا النادي الافريقي ولا السي اس اس. لكن ما ننساوش انه الترجي الرياضي قام بانتدابات غايه في الاهميه. شفنا حتى لاعب الترجي الرياضي التونسي كيفاش كب كريستيانو رونالدو في سيكونس فيديو مارتينا على وجهه، باين ملاعب عنده امكانيات محترمه. لكن اكيد الامكانيات المحترمه هذه ما ناش باش نشوفوها مع الترجي الرياضي التونسي لا دي شيء، لانه ما ثماش ملاعب باش اللاعب هذا يورينا الامكانيات نتاعو ويورينا الفنيات نتاعو. اليوم الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي، اتفاهموا باش الجوله الاولى باش تتأجل تكشي يحضر ملعب رادس، لأنه الترجي الرياضي الانتدابات هذه اللي قام بها، ثم 5 مقابلات باش يلعبها الترجي في ملعب رادس، مقابلة أخرى مع النادي الإفريقي باش يلعبها كيف كيف في ملعب رادس، حتى لو النادي الإفريقي المستضيف، يعني نحكيه على 6 مقابلات الترجي الرياضي باش يلعبها في ملعب رادس، ثم مقابلة باش يلعبها في ملعب سوسة نوعا ما العشب محترم ينجم يشوف الامكانيات نتاع الملاعبيه نتاعو. اما بقيه الملاعب اللي باش يلعب فيها ترجي رياضي غفص غفص وسطح سطح، يعني ماكش باش تشوف امكانيات الملاعبيه جدد. لذا جمهور الترجي الرياضي فاش يستنى في الجوله الاولى بدقيقه والدرج باش يشوف امكانيات الملاعبيه نتاعو. من حسن حظ الترجي انه المقابله ما هيش باش تدور في ملعب الشادلي زويتن. لو كان تدور المقابله في ملعب الشادلي زويتن والملعبية هذوما الانتدابات الجديدة تهبط في التشكيلة الأساسية، أقسم بالله أكلي كب كريستيانو رونالدو على وجهه. هو لو كان يعمل الجيست تكنيك هي بيدها، هو يتكب على وجهه مش الادفرسير بسبب الحشيش اللي عاطي على الجازون في ملعب الشادلي زويتون. ولنا بالله نقطة ما حكيتش فيها البارح، نفسه المسؤول اللي مانيش فاهم أنا كيفاش هو مسؤول في ملعب مسكر. نورمالمون المسؤولين موجودين، العساس ثم عساس يحطوه، ما ثماشي واحد يحب يدخل شويه عليه ليش لك الحشيش ياكلو، هذا علاش راه نورمالمون يحطوه العساس، راه ثماش حاجه اخرى. ما عندهم ما يسرقوا على السراق، ملعب شد الزيت ليش باش يسرقوا منه؟ ما ثم ما يسرقوا منه، يعني يوم حتى كيحلوا البيبان ويخلوها كيكه من غير عساسه والله لا يدخلوا حتى حد، وما ثماش حتى باش يسرق، حتى ما سخون واحد باش يدخل يقول لك ندوش ما ثماش، باش يدوش بالبارد. لذا هالمسؤول هذا اللي ماناش فاهمين كيفاه مسؤول، سألوه عك الوحدة من الفوق متاع الجرادان هذيك اللي تغطي الجرادان، سألوه قالوا له بالله هذيك أخي أمورها واضحة، هي ما يعني بشي زاد تطيح على العباد. قالوا ليه ليه أمورها واضحة على الأخر، عندها مشكل بركة إنها المنقوبة، يعني كتصب شتاء يترنخوا الموجودين غير هي لك علاش موجوده بالطبيعات؟ موجوده باش تطيح على العباد هي، ما هي موجوده باش تحمي الناس هذوك مغادي من الشمس ولا من الشتاء من المطر، هذه علاش موجوده هي؟ هذه المهمه نتاعها، يعني هي كي تبدا منقوبه منقبه كسكاس عباره حاطين كسكاس غادي وانت وزهرك، لو كان مقابله جت بالشتاء كعبرت لك خويا البيه فيش مريقله، دي مو نحيوها خير هكا على الاقل كي تصب عليه شتاء هكا تصب خير من اللي واحد بجنبي يشوفه يبدا الشيخ جو به وانا تقطر على راسي الشتاء. وبعد قالوا والله لا هي مريقله، العيب الوحيد نتاعها انه كي تصب شتاء لو تصب المطر تقطر على الموجودين تحتها. هذا فيما يخص مباراه الترجي الرياضي والملعب التونسي اللي جاتهم هكاكه مشكله ملحيه، يعني نستناو في البلاي اوف بدقيقه والدرج في الاخر هكا مشكله. اجل ياجل جوله كامله انت خويا، علاش مقابله تاجلها وزوز مقابلات يلعبوا؟ اجلها جوله كامله حتى لو مش مشكل، حتى كان ما تحبوش ترجعوا البطوله والله ما عندناش حتى مشكل. بالطبيعه نحكي على الجامعه التونسيه لكره القدم، وبما انه حكينا على الجامعه التونسيه، ريت بعد ما خرج المنتخب التونسي من كاس افريقيا والناس الكل سخان ومشي في بالهم انهم 4 5 ملاعبيه باش يعتزلوا اللاعب بالطبيعه الدوليين، ولو انهم حتى لو كان يعتزلوا لعب كرة القدم من أصله يكون أفضل من اللي يعتزلوا لعب
الدوليين اكل الاعلاميين والصحفيين الموجودين غادي اللي اذا تحسها سخان وتبين فرويحه وكلها تحسها قلبه الفيستا والفيستا واللي تعرف تحكي والمكتب الجامعي هذا يلزم يخرج على روحه والمكتب الجامعي هذا فاشل ويلزم يمشي على روحه. هذوما الناس اللي ما كانوش يحكيوا جمله في المواضيع هذه ولا نهار خاطر ثم شكون اللي حد الان مازالوا ينتقدوا في المكتب الجامعي وقال لك ما يلزموش يكون موجوده في العهده القادمه. لكن ثم اللي كانوا ساكتين كي تفرعنوا وقت الفتره هذيك توا ولاو خافوا توا ولاو يبندروا بطريقه اخرى طريقه غايه 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 في الروعه. انتوما كي علالش وكعرفتوا كل علوش يقول لك بومريات ما ثم كل علوش هذاك الكبش الغربي ولا الفرناني ثم الاخرك البليه بومريات هكي تلبلبوا انتوما نهار كامل وانتوما تلبلبوا اول كطه تاكلها خويا تولي معاش نفرقوا بينك وبين النعجه. بعد ما عرفوا بنسبه كبيره انه المكتب الجامعي هذا باقي على خاطر اللي قدموا الترشحات نتاعهم ما تعرفوهمش خير اساميهم نسيتهم حتى لو كان نرجع ونجبد الاسماء نتاعهم ما تكونش تعرف احسبوها توفيق بن سليم وامير بن ابراهيم احسبوهم هذوما هما بيدهم خاطر ما نعرفوهمش احنا جمله واحده. بعد ما عرفوا انه جلال جليل جلال خاطر اسم جلال ولا رمز الفشل جليل رمز كيف كيف الفشل. بعد ما عرفوا جلال جليل هو باش يكون الرئيس الجامعة التونسية القادم لكرة القدم ولا ثم تبندير من نوع آخر نسمعوا مع بعض. أكثر سؤال تداولا في الأوساط الجماهيرية التونسية هل أنتم مع أم ضد ترشح أعضاء من القائمة من المكتب الجامعي الحالي إلى انتخابات المكتب الجامعي المقبلة مع أم ضد؟ هل يجب القطع مع الماضي ونعود كل شيء أزيرو وإلا لا داعي ولا ومش مشكل ومفهمش عليه لا داعي ولا شنو نعاودوا كل زيرو علاش احنا وين وصلنا يعني تحت الصفر معناها كمش نرجعوا زيرو معناها ربحين برشا وقت بالرسمي. لو كان جينا مكتب جامعي جديد ونبداو من الصفر ليه ربحين على خاطر احنا مع المكتب الجامعي هذا تحت الصفر برشا تحت وتحت ويزمنا برشا خدمه باش نوصلوا للصفر تحقر فيه انت صفر يا ملحوي الاقصى 40 ثانيه جاب على السؤال هذايا سعد البيقي وسمير السليمي باكي 40 ثانيه 3-2-1 تبكرنو. انا مع القطع مع كل من تثبت عليه ادانه فساد وكل مواطن لم تثبت عليه ادانه من هذا النوع من حقه باش يمارس حقوقه في النشاط في مختلف الجمعيات وفي المجتمع المدني بصفه عامه. ثم حتى شيء وحتى قانون لا دولي لا كوني لا إلهي لا غيره يقصي يقر الأقصى للأقصى ما لم تثبت إدانة لأحد فمن حقه أن يترشح. وإذا أرادت الأندية أن تعاقب هؤلاء المسؤولين وأنها غير مرحبة بهم فما علي أنا في التصويت أني ما تنتخبهمش بوانا لي ولكن ناخو حقي أنا فأني نترشح هذاك سيمون بلان دروا مديم أنا استوفي الشروط والبيت روح بتاعي نظيفه وما عنديش ادانه دونك مع ما فماش مشكل انا ضد الاقصاء ضد الاقصاء. سمير توافقوا على 3-2-1 تبكرونه موافق تماما باكي بعد ما فماش علاش بعد اما بعد سي يعني هذه بطريقه اخرى معناها ريت شنو كي تبدا نزيه اما فاشل 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 فشل ذريع يعني حتى المنتخب التونسي في الكاس الافريقي الفارطة حتى كان ما نتأهلوش الكاس الافريقي ما نصلوا في المغرب ورئيس الجامعة نظيف ومو نظيف رئيس الجامعة لا يزموا من حقه بشعار يعني المهم مش فاسد اما فاشل مش مشكل يعاود يقدم روحه للترشح امتاعه يقول القائل هاو قال السيد قال الواحد هم الرؤساء الجمعيات كان ما حشومش بهم تصوتوا لهمش صحيح الكلام هذا صحيح اما احنا نحكيه على الاعلام الاعلام اللي اثر بطبيعة وقت اللي يجيك يقول لك مكتب جامعي فاشل شنو رايك يعاود ولا نورمالمون الكلام اللي كنتوا تقولوا فيه لو كان باش تقولوا مكبشين فيه قاطعا تقول لا ما ثماش كلام يعاودش فشل يمشي على روحه اما لغه المدام مش فاسد من حقه باش يعاود
هذا يا خويا خاطر بديتوا متاكدين انهم هما بيدهم باش يعاودوا لهنا، بديتوا خايفين على المناصب نتاعكم على خاطر اي واحد موجود قاعد يلقط في الـ في الـ في العيش نتاعو يقول لك خويا اختاني اختار سي وذرب. انا من غدوه سي جلال جليل يهز تليفون ويكلم اللي ما نعرفش انا يا فام ولا يكلم اذاعه اخرى ولا كذا يقول له اسمع هذاك راه ما حشتيش به سينو نعرف كيفاش نتصرف معاك. معاش عندك انترفيو مع بعض الملاعبيه، انتم بالذات نكلموا الملاعبيه نتاعنا ما عادش تحكيوا معاهم، نوصل حتى ناثر على رؤساء الانديه يقولوا لهم الانديه الملاعبيه نتاعكم ما عادش يعملوا التصريحات نتاعهم على الاذاعه الفلانيه. لذا خويا الاذاعه باش تاثر عك السيد هذاك الموجود واللي نزل على الجامعه التونسيه. يا خويا انا هاد نسكت على روحي او بطريقه غير مباشره مانيش نبين 100% اني انا ضد الجامعه، حتى لو كان باش يقولوا لي نهار اخر هاك انت مع الجامعه قول لي انا منين قلت لك كلام راه مع ضد الاقصاء. ضد الاقصاء يعني معاه هذوما الفاشلين يعاودوا. لذا ما تلعبيش يا معلم فرنانيو مينينوس من الاول خاطر ماشي في بالك الكل باش يمشيوا على رواحهم وتو تولي علوشه باللي عنده قرون ما ثماش فرق بينك وبين الناجع. علقتنا حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري مطبقه كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين، تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس. السلام.